ومبروك عيدكم، تعيدوا وتعيدوا ان شاء الله. هاد الفيديو يتلاح نهار العيد، نهار العيد واخا نعرف نصهر عليه اليوم، غيتلاح اليوم ان شاء الله. سمحوا لي بزاف غبرت عليكم، فكرت ما نبقاش ندير مونتاج بزاف، لايك ام نخلي فيديوز يكونوا مور رو، بغيت نلوح لكم كونتنت مور اوفن. بزاف الحوايج وقعوا في هاد السيمانه اللي فاتت و انطرطق كلشي غتعرفوا اليوم. اوكي شنو هما الحوايج اللي كنديرهم من غير يوتيوب؟ ام دوينغ ات ا هوبي، فهمتي؟ كندير هادشي حتى انا كيعجبني، ماشي كنديرو حتى خاصني نديرو، فهمتي؟ ولكن عاوتاني ما حدي عندي الناس اللي ما كيتفرجوا فيا وكيعجبوهم فيديوهاتي وداكشي، اي كان نوت جيف اب اون ذم. واخا يكون زعما حياتي عامره بزاف وعندي بزاف ما يدار، اوف كورس لايك غنخرج لكم كونتينيو. كنت وعدتكم في اخر فيديو، الفيديو غيكون لايك فيديو ديالي سكيرينغ، رايت؟ بالنسبه لذاك الفيديو ديال سكيرينغ اخوتي شنو طرا؟ فاش مشيت للبارك فين كنسكيلي وداكشي، ديت معايا سيلفي ستيك، سيلفي ستيك نيت لي عندي دابا حاليا. فاش دخلت لتماك سيكوريتي حيد لي سيلفي ستيك، قال لي ميمكنش، لا ميمكنش تدخلي معاك سيلفي ستيك، الا كانت عندك شي كاميرا حطيها دابا. انا واز لايك واه بلاتي واي وشنو؟ قال لك من القانون ديال لي بارك ما تدخليش الكاميرا ديال التصوير لايك بروفيشنال كاميرا، وما تدخليش سيلفي ستيك. اي ثينك اتس ريلي ستوبيد، ما خصوش يكون هادشي نورمالي، بيكوز الناس غيمشيو للبارك باش يصوروا يقدوا يديروا لي فيديو لايك ما واش اللي كانت فور لايك يو نو فور بيبل سيفتي اي وود اندرستاند، فهمتي؟ واخا قاعد يتدو مع الناس في شي فيديو كنحيد لهم الوجوه ديالهم، بس انا ما نطيحش في مشاكل خسروا ليا كاع البلان ديالي. سو فاش مشيت صورت لكم، ماشي ما صورتش لكم، راه عندي الكلمه، ولكن ما صورتش داكشي كيما كنت ناوي وكيما كنت باغي انا. حاجه ثانيه كوم كو انا ماشي عندي غير اليوتيوب في الحياه ديالي، راه كنقرا وكنخدم، كنخدم 50 في السيمانه. انا حقا بالمناسبه غدا العيد، انا خدامه العيد، خدامه العيد كيما ماشي مشكل، باكوز غنطلع نسرجم ونشوف داك الاجواء و اوكي فور مي لايك ماشي نهايه العالم، فهمتي؟ في الاخر كناكلو شو غناكلو شو صوب، ومن غير الخدمه راه كنقرا في العشيه، ودابا راني نتبع القرايه معاهم اونلاين. وغتقولوا اه كملت القرايه، فعلا كملت القرايه ديال السيمستر الثاني، ولكن هنا في لاشين عطاونا واحد الكورس غنديروه حتى في الصيف، يعني واحد البروجيكت نخدموا عليه شهرين، وانا دابا داك البروجي ديجا خدمت فيها النص، باقي لي واحد النص اخر. سو ان شاء الله ام غانا جيت دان. الحاجه اللي هي بوم دابا لي حاجه كبيره في حياتي، فرحت عليها بزاف وضربت عليها تما، راه باش درتها شريت بيسي جديد طوب، شي حاجه لي طوب، ماشي جيت باش نبان عليكم ولا شي حاجه، كان خاصني ابديت في بيسي. بيسي اللي كان عندي راه ما كاينش، ماشي ما كان خايب، هو ماك بوك اير 2013. بالنسبه للمونتاج كنت كمونتي فيه كي ثقيل بزاف باش نتيليشارجي شي حاجه، والا درت بزاف ديال المونتاج شي فوق شي فوق شي ما كيبغيش يتسجل ليا كاع، اي واز نوت ذا رايت وان فور مي. وانا لايك من ناحيه المونتاج كندير شي داكشي شويه شارجي، سو صبروا عليا، راه غندير لكم ان شاء الله انبوكسينغ ديال بيسي، وعاد بيسي لايك شنو فيه حتى هذا 2020. حاولت كاع لي دوني من بيسي القديم للبيسي الجديد، سو هذاك الشيء بوحدو بحد ذاته راه خاصو الوقت. بلاتي نعاود ديكم حاجه طرا ليا. سو كيما كتعرفوا اليوتيوب اي يوتيوب فيديو كنلوحو فيه الانترو فيه الاوترو، وفاش لحقت من لايك فاش لحقت الدوني ديالي من بيسي لبيسي عند بالي مع هاد الابليكاسيون كاين هنا وكاين هنا غتبقى محلوله ياك. سو بيسيكلي ودرت داك الانترو والاوترو ديال الفيديوز ديالي توضرو، وغتقولي لي مريم عاودي ديري سكرين ريكوردينغ وسجليها وحطيها في بيسي. نو no. ماشي بحال ما درت هذاك سكرين ريكوردينغ، ولكن فاش درت سكرين ريكوردينغ الصوت فيه صداع، فيه تخرجتيش من الاخر، اللي عاود الخدمه ديال الانترو والاوترو عاودتو من جديد، وهذاك بحد ذاته خاص ساعات. غتقولوا انترو اوترو سهله، ما سهلاش اوكي. سحب يوتيوب سحب مونتاج غيعرفوا تما راه اللي في داك الشيء. في المباشره غتدخلوا معايا تشوفوا الكليبس ديالي فاش كنت لابسه هذوك سكيتس، طحت مره ياك مره واحده وكنت طايحه صعيبه شي شويه، حتى تهزيت كل اللي بقيت عام عرفتي، تهزيت كامله وتخبطت طحت، ولكن هذاك الطيحه ما تسدش في الكاميرا. اش خويا اللي كان كيصور كما قلت لكم ما قدرش ندخل معايا سيلفي ستيك. ليتس جو.
الفيديوز الجايه ان شاء الله عندي بزاف الجديد. غادي ندير لكم انبوكسينغ ديال ماك بوك 2020. غندير فيديوز بزاف ديال ارتس اند كرافتس، داكشي ديال ديزاين ديكور الفن كيعجبني. عندي لي زيدي هنا زوينين. حاجه اخرى، كاينين شي وحدين في انستغرام اللي ما عنديش في انستغرام، سيروا تبعوني في انستغرام، سولوني على القرايه في الشينوا، هذيك تاعي غندير فيديو عليها بوحدو. اوكي، باكوز فعلا كاين بزاف ما يتقال، لي حوايج خايبين حوايج مزيانين ضروري ما ندوي عليهم حتى ان شاء الله. وقول لي كيعجبكم هاد الفلوغز بحال ما كداير، حيت انا صراحه كنفضل بحال ما كانجلس ونهضر معكم وانا مطلوقه. مونتاج اون جينيرال كياخذ وقت بزاف، الكليب غيكون روز، زعما ما فيش المونتاج بزاف. تحطوا معايا من كومنت. مبروك عيدكم. To my next video, inshallah. See you guys. Bye. Oh, وحاجة أخرى. شوف أنا وظهري زعما. قلت لكم بروكلين.